طيب ابو عبد الله، الان احنا شاهدنا في رجوع الشباب اللي من برا، في متعب الشهراني، كذلك في ممكن سيف الهاجري، بس ما ادري متى بيرجع. وش الاشياء ممكن تضر المتسابقين او تنفعهم بعد عودتهم للبث؟ يعني الان في الشيء اللي احنا نعرفه بان الشاشه ملك للي يتنافس على المراكز، اللي يرجع من البرايم وش الواجب عليه؟ شوف انت سؤالك تقول المتسابقين قصدك اللي في المنافسه ولا العائدين؟ لا لا، انا اتكلم عن العائدين، وش الواجب عليهم؟ وش الواجب عليهم؟ نعم. طيب خلينا نتكلم شفافيه، يعني اليوم شكلها شفافيه وفيها عياد. ابو عبد الله، امس كانت ليله متعب الشهراني. نعم. في البرنامج خطا وغلط وغير صحيح. امس الاحق المتسابقين اللي في المنافسه اللي يبغوا يصلحون ليالي. اها، معليش، متعب له قدره وله احترامه، لكن متعب خرج من المنافسه، الحق في الشاشه والاحق والاجدر والاولى متسابقين الموجودين. يعني من المفترض ان البارح الليله لاحد المتسابقين الثاني، لاحد متسابقين المنافسه، لان الليله هذه يقيم عليها المتسابق، كانها زي المبادره، ياخذ عليها نقاط وياخذ عليها فرص وياخذ عليها حقيات ويبرز امكانياته. لا تقول لي والله متعب ما له ذنب طلع من المنافسه، لا، متعب هو الذنب كله. لا تقول لي ما له ذنب، لا، له ذنب. متعب ليش ما استغل ال 24 فرصه الموجوده؟ ليش ما استغل الحصانه الاسبوعيه؟ ليش ما استغل الجمهور؟ ليش ما حافظ على نقاطه؟ اذا قصر متعب تحملها الشخص الغير مقصر. ما وصل اي متسابق الى يوم 92 الا انه استفاد من الفرصتين الاسبوعيات الموجوده او انه حافظ على نقاطه. فلا تعاقب المحافظ على نقاطه بأنك تهمشه. هذه أنا أراها أمس كانت غلط، تمام؟ المفروض أنها تكون تترك للمتسابقين اللي في المنافسة، وهو حق لهم شرعي يعني مكتسب. متعب المطالب منه أنه إذا عدت يا متعب تعود بأثر جيد. متعب شاعر، المفروض أنه متعب جاء يبرز إمكانياته الشعرية، يشارك أخوياه، يساعد بنجاح أخوياه، تمام؟ لكن ما يجي يبغى الظهور. احنا هذه المشكله اللي نقولها، انه العائدين دائما يحاولون يسيطرون على الشاشه، وهي ما هي من حقهم، هي من حق اخوياهم. جبناكم تعفونهم شوي، لكن ما هو بمعنى انك تاكل الجو عليهم. انا اقول ولا زلت في قادم البرامج لا يرجع اللي طلع من المنافسه. ضد هذه الفكره؟ انا ضدها. اللي طلع من المنافسه بامكانك، اذا انت عمدت ان البث ينتهي الساعه 2 ترجعه من الساعه 2 للساعه 6 ممكن. اذا تقول يا اخي خلينا نحطها حلوه، والله جت فكره الان، والله ايه حلو، خل البرنامج الجاي يبدا من الساعه 1 الظهر للساعه 2 بالليل، تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا. من الساعه 2 للساعه 6 اللي يخرج من المنافسه يعبي هواء ناس في اخر البرنامج، يعني في اخر 5 ايام، لا حتى من بدايه البرنامج اول اسبوع، فهمت علي؟ قفل على الساعه 2 الشاشه طافيه، تمام؟ الاسبوع اللي بعده يطلع واحد، خلها الحالة من الساعه 2 للساعه 6 بسكن الحاله، ما يختلط بالمتسابقين. شرط انه ما يختلط بالمتسابقين. طيب ابو عبد الله، انا معك الفكره هذه، ليش ما تكون مثلا في وقت رجوع المتسابقين؟ يعني المتعارف انه في 80 يرجعون المتسابقين اخر 10 ايام. حلو، اخر 10 ايام الفكره هذه، كل اللي يطلعوا برايم يجون بعد الساعه 2 وقت توقف البث، يشيلون البث، وتكون فرصه لهم، فرصه لهم، ولا يحتكون بالمتسابقين. لان صعبه في البدايات ان واحد يشيل بث من 2 للساعه 6. هذه لا، مو صعب، بالعكس، لانه هو اصلا ليش؟ هو يتنافس على نجم الجمهور. هو باقي في المنافسه على نجم الجمهور، فرصة على رايه الوقف، وعلى، فهمت علي؟ يعني هو باقي في المنافسه، فخله ينافس هنا، فهمت؟ لكن شريطه الا يحتك مع المتسابقين نهائيا، حتى السلام من وراء البيبان ما في. يعني يكون فيه الباب، مثلا الباب اللي يدخل على الهنجر، وباب الاعداد، وباب ذا يقفل. هو من هناك على طول على سكن، اذا كان يوفر له سكن هنا او خارج القريه. فهذه فكره اتوقع مو لازم سكن، لا خلص يروح لاهله. يروح لاهله ممكن، بس بعضهم يصير اهلهم مو فيه، يعني مثل متعب جاي من بيشه، ما هو من الرياض. تمام؟ وسيف ايضا، يعني فانا ارى الفكره هذه، لكن متعب هو شخص جميل على الصعيد الشخصي، انا اقدره، لكن ودائما صعيد الشخصي هذه معناتها في بيع. لكن انا لا متعب امانه رجل محترم ومؤدب، عزم على الليله، تمام؟ انا ما حضرت،
لأني ما حضرت إلا مرة واحدة عند الشباب شاركت معهم، كانت زواج خالد الروقي، ودخلت مسببا لأني كنت قائد فقرة النقد والزملاء كانوا بيدخلون، فدخلت احتراما للزملاء، ولا أنا ضد دخول المقدمين واختلاط النقاد مع المتسابقين ضدها، ويمكن الشباب دائما اعترض معهم على هذا الشيء. أنا ناقد، ما ينفع أجي أجلس مع المتسابق أنا وياه وسولف أنا وياه وشوية أروح أنقده أو أتكلم، يعني لازم يكون في حد بين المقدم والمتسابق، عدم الاحتكاك، عدم الاحتكاك الكلي. أنا يشوفوني في اللجنة ويشوفوني عبر الشاشة في فقرة النقد وسلم عليهم على الستيج النهائي فقط، هذه بعد البرنامج عاد أصدقاء وزملاء وإخوانه لو سمحت إن شاء الله تكشتون بعض. كيف كيفكم؟ طيب ممتاز والله. اليوم أنت متجلد. كل أفكار أفكار اليوم، ما في نقد اليوم، أنت عندك مستشار. أفكار مستشار وش السر القهوة؟ لا مستشار خبرك يعني المنصب له دور. طيب هذه رسالة للمتعب الشهراني أو للعائدين. الشاشة هي ملك للمتنافس، إذا حضرت على قولة أبو عبد الله أخرج الإمكانيات اللي عندك، المواهب اللي أو الطاقات اللي داخلك اللي ما أسعفك الوقت أنك تطلعها في الأسابيع اللي فاتت، فرصة لك أنك تطلعها بدون شوشرة على المتسابقين على المتنافسين، لأن محسوب عليهم نقاط ومحسوب عليهم خصم، لا تتسبب بس عليهم بخصم أو غيره، وإن شاء الله نكون بعيدين عن الشيء هذا، وجعل ربي يوفقكم. اليوم شفنا في مبادرة جدا